بنرحب بكابتن رونيم الجداوي، نجمة فريق الأهلي ومنتخب مصر كرة السلة، معانا في الجول. نبتدي من آخر السيزون. بعد ما السيزون على مستوى الأندية خلص، دخلته على طول مع منتخب 3 في 3، لعبته السلسلة العالمية، ويمكن دي أول مرة منتخب يشارك فيها. فكنتوا شايفين الخبرة دي إزاي وإيه اللي مثلته ليكم؟ الحمد لله خلصنا السيزون على خير. كانت بطولة جميلة، كنا رايحين متحمسين. احنا أول مرة يعني احنا الأربعة نلعب مع بعض 3 على 3 بره مصر، يعني حتى مش أفريقيا. أنا وفرايا ونادين وهالة لعبنا أفريقيا، بس هاجر جت علينا، فاللي هو كان برضو أول مرة نلعب مع بعض. كنا متوترين شوية علشان بطولة عالمية، وبرضو مش عارفين الفرق هتبقى عاملة ازاي، بس قلنا ان احنا يعني نشد حيلنا، يعني واللي هو نعمل اللي علينا، والحمد لله يعني ربنا وفقنا فيها. في بطولة السلسلة العالمية لعبت قدام منتخبات من أوروبا زي ألمانيا، زي أوكرانيا، لعبت منتخبات قوية من آسيا زي الصين. يمكن مش متعودين على الاحتكاك ده حتى مع منتخب اللي هو الإندور 5 قصاد 5. فهل ده مثل لكم صعوبة أكتر ولا الأجواء مختلفة شوية فقدرتوا تتأقلم؟ في الأول، أول لما لعبنا ماتش ألمانيا، كنا اللي هو مش عارفين برضو بيلعبوا ازاي، طريقة اللعب مختلفة عن بتوع أفريقيا وكده. فالأول كنا مش مخضوضين، بس اللي هو عايزين برضو نعرف الريتم هيمشي ازاي. بس وبعدين أول لما كسبنا الحمد لله، حسينا ان هو لا، هو بجد الموضوع سهل، ان احنا ممكن عايز احنا بإمكانياتنا ان احنا ممكن نعمل حاجة وان احنا نكسب الفرق، يعني هو مفيش حاجة زيادة عندهم مش عندنا. لغاية بقى ما وصلنا ماتش الصين، هم بقى أجسامهم كانت أجمد شوية مننا، بس احنا برضو عندنا فرصة وعندنا الإمكانية ان احنا نكسب، يعني احنا بس كنا مخضوضين من الأجسام، وان احنا بقى متحمسين لماتش الفاينل وكده، فاتخذنا يعني غفلة للأسف، بس يعني ان شاء الله نعوضها. يمكن لو حد متابع كأول مشاركة ليكو، ما عندكوش احتكاك مع بعض كتير، بتلعبوا مع مستويات مختلفة، فالتوقع هيبقى أكيد تخرجوا من الدور الأول بكتير أوي الدور اللي بعديه. قدرتوا تكملوا رغم الخسارة من أوكرانيا، قدرتوا توصلوا لغاية الفاينل، لعبت منتخب الصين اللي هو خرج بقى أوكرانيا من السيمي فاينل، ورغم كده يمكن لغاية فترة قريبة كانت النتيجة ماشية متساوية وهم فرقوا في الآخر. هل ده مثلا فرق خبرة ولا مجرد اللي هو أجسامهم أقوى مننا والبدني أعلى؟ لا يعني ممكن اقول ان هو في شويه فرق خبره. الصين لعبت كذا مره البطوله دي، واخر بطوله لعبتها اللي هي نفس البطوله اللي هي الومن سيريز، اخدوا اول برضو، فهم طبعا عندهم خبره، واحنا دي اول مشاركه لينا واول مره نلعب احنا الاربعه مع بعض. اعتقد ان هي اكتريه ان هي شويه اجسام، بس اكتريه ان هي فرق خبره، فاللي هو يعني احنا برضو مش عارفين في السيتويشن ده اللي يحصل نعمل ايه كده. فاعتقد ان احنا يعني هي محتاجة شوية تمرين أكتر، وإن احنا نلعب مع بعض أكتر، وإن شاء الله يعني البطولة اللي جاية نحقق المركز الأول بقى بإذن الله. طبعا هي كانت خبرة كويسة، لأن انتوا بعديها على طول هتلعبوا كأس العالم، برضو كأس العالم مشاركة جديدة أول مرة، حاجة جديدة عليكم. شايفة المنافسة ازاي اللي أكيد هتكون مختلفة شوية عن برضو السلسلة العالمية؟ أنا حاسة إن دلوقتي بقى العين علينا أكتر. أعتقد اللي قبل كده كانوا بيروحوا عادي، يعني اللي هو بيلعبوا أكيد عايزين يكسبوا، بس اللي هو كسبوا حلو خسروا أصل يعني هو ده العادي. فإحنا حاسة دلوقتي ان احنا طالما كسبنا اللي فاتت، العين بقت علينا، اللي هو احنا لازم نروح نأدي اداء مشرف، واللي هو نكسب ونحاول ان احنا نوصل للي احنا يعني اللي وصلنا له وازيد كمان. فحاسه ان هي البطوله مش تبقى سهله خالص، ومحتاجه يعني تركيز كامل. يعني مركزك سنتر تحت الباسكت، ممكن ده في 5 على 5 بيبقى ظاهر اكتر من 3 في 3. هل بتحسي فرق بين الاتنين ولا هو كده كده نفس المركز فما بتختلفش؟ مش بحب اللي هو مركز 5، اللي هو يبقى 5 صريح واقف تحت الباسكت عايز ياخد الكورة يروح شايطها، او انا بحب يعني ان انا اجري واقطع الكورة وباصي وكده. فحاسة ان انا في 3 على 3 بطلع الموهبة اللي جوايا اللي هي مكتومة في مركز 5 على 5. مفيش التزام بمكان معين. بمكان معين بجري في نص الملعب في الحتة اللي انا عايزاها، فدي حاجة ممتعة يعني. يعني في 3 في 3 شفنا، ابتدينا نشوف خبرات ونشارك في كأس عالم، ايه اللي ناقصنا عشان نوصل لكأس عالم وأولمبياد بقى في 5 على 5؟
وكمان برضو ما وصلناش اولمبياد 3 في 3، فهل لينا فرصة في ظل النتائج اللي بنحققها؟ في 3 على 3 أعتقد لينا فرصة كبيرة، يعني حاسة إن إحنا من البطولة اللي فاتت، مش بطولة، هي البطولة اللي فاتت اللي إحنا لعبناها، حاسة إن إحنا منفرش خالص عن بقية المنتخبات. إحنا ما شفناش المنتخبات الباقية، يعني إحنا في كأس العالم هنلعب أستراليا ما شفناهاش، إيطاليا ما شفناهاش، أسبانيا ما شفناهاش، بس حاسة إن هو برضو مش هيبقى الفرق ما بيننا وما بينهم يعني الرهيب علشان نخسر يعني. فحاسة إن إحنا عندنا الفرصة كبيرة إن إحنا نروح أولمبياد بإذن الله. 5 على 5 بقى حاسة إن إحنا برضو بنتطور، يعني حاسة إن زمان ما كناش بناخد نفس المراكز اللي إحنا بناخدها دلوقتي، حاسة إن السنة دي وارد جدا إن إحنا نوصل لفاينل اللي هو المربع الذهبي، فحاسة إن يعني واحدة واحدة بإذن الله يعني ممكن إن شاء الله نوصل كأس العالم زي الولاد. قدرنا في شهر فبراير ان احنا نصعد لامم افريقيا اللي هي تتلعب في اخر 7. يمكن السيزون عندكم طويل شويه، خلصتوا انديه دخلتوا في منتخب 3 في 3، بعدين منتخب 5 في 5. التاهل ما كانش سهل، يعني كان بيتلعب في اوغندا وخسرتوا من اوغندا في المجموعات، وبعدها قابلتوهم تاني في النهائي وواحد بس اللي بيصعد. هل كنتوا عندكم شك انكم بما ان خسرتوا في المجموعات فممكن ما نصعدش؟ لا يعني كنا عارفين واثقين، كل واحده كانت واثقه في اللي جنبها، وكله واثقين في الكابتن واثقين في الجهاز، ان طالما خسرنا مره خلاص عرفنا ايه اسباب الخساره ولعبنا عليها ونزلنا الماتش اللي بعديه كسبنا، مش فاكره كان فريق كينيا، كسبنا فرق كتير، اللي هو فاحنا اتعلمنا يعني من الخساره اللي احنا خسرناها في اوغندا. هو كانت الظروف مش سامحه خالص، الملعب ما كانش احسن حاجه، الجو كل حاجه ما كانتش يعني في صالحنا، بس احنا كنا قد المسؤوليه الحمد لله، وكل واحده يعني كانت واثقه في اللي جنبها، فقدرنا يعني نحقق الفوز الحمد لله. يمكن الخساره كانت فرق نقطه، يعني مش ما كانش فرق كبير، والماتش كان صعب شويه في الفاينل والجمهور، وكان باين الملعب برضو ان فيه صعوبه حسيناها واحنا بنتفرج، بس قدرتوا انكم تتغلبوا على ده. هل ده بقى هيبقى حافز ليكوا في الامم افريقيا نفسها؟ اخر مره حققنا مركز سادس ما حققناهوش من فتره، هل بقى خلاص بقى المره دي نقدر ندخل المربع الذهبي، ولا برضو لسه الفوارق البدنيه دي بعيد؟ لا حاسه ان احنا نقدر يعني نوصل المره دي مربع ذهبي، حاسه ان احنا ما نقلش اي حاجه عن الفرق اللي قصادنا، يعني هو مثلا الجزء البدني ممكن شويه، بس حاسه ان احنا كفريق كمجموعه الجيل ده، حاسه ان احنا نقدر عادي ان احنا لو لعبنا مع بعض وركزنا في كل الماتشات وركزنا في كلام الجهاز، حاسه ان احنا نوصل بسهوله باذن الله للمربع. يمكن في التصفيات دي خدتي جايزه افضل لعيبه في البطوله، دي مش المره الوحيده اللي خدتيها في الموسم، خدتيها مرتين مع الاهلي في دوري المرتبط وخدتيها في دوري السوبر. ايه اللي فرق معاكي الموسم ده قدرتي انك تسيطري على جوائز الافضل في بطولات مختلفه سواء نادي او منتخب؟ حاسه ان السنه السيزون اللي قبل اللي هو اول سيزون ليا في الاهلي عملت اللي عليا طبعا وكل حاجه، بس ما قدرتش اساعد الفريق ان احنا نحقق مراكز، يعني اخذنا في كذا حاجه المركز التاني في الدوري وفي الكاس وكده، فانا خلصنا سيزون قررت ان انا اشتغل على نفسي وان انا اتمرن وكده علشان من بدايه السيزون الجديد اقدر اساعد الفريق على قد ما انا اقدر، سواء في المنتخب سواء في النادي، ان احنا نحقق البطولات بس. فاللي هو كنت كل ماتش ببقى نازله انا عايزه اعمل كل اللي عليا، عايزه اساعد الفريق باكبر شكل ممكن علشان يعني نكسب، فالحمد لله مساعده كمان الفريق والجهاز وكل حد قدرت يعني ان احنا نكسب البطولات واخد الحمد لله الجوائز. يمكن الموسم ده طبعا كان موسم استثنائي، قدرتوا في الاهلي تكسبوا كل البطولات، دوري ودوري مرتبط وكاس وسوبر ومنتخب، كسبتي التصفيات. هل الانتصارات دي فرحتها بتزيد معاكي طبعا بجائزه الافضل؟ هل لو ما خدتيش جائزه الافضل في بطوله منهم بتبداي مثلا ممكن تتضايقي او تاثر عليكي مثلا، ولا ما بتفرقش معاكي؟ اصل انا لما بناخد اول حد من اللي هو الفريق بتاعنا هياخد، هو اللي هياخد الجائزه، يعني سواء في الاهلي مثلا لو اخدنا اول هيبقى حد سوريا، نادين، ميرال،
اي حد من الفريق هياخد اول، فانا هتبسط لهم زي ما هتبسط لنفسي، فحاسه ان هو الموضوع مش هيبقى فارق لي على قد ما هو المهم ان احنا ناخد المركز الاول واكون فرحانه بالمكسب، يعني اللي هو مجهودي ومجهود الفريق ما ضاعش على الفاضي. انت قلتي الفرق ما بين السيزون الاول ليكي في الاهلي والسيزون الثاني اللي خدتي فيه كل البطولات انك ابتديتي تشتغلي على نفسك شويه، هل ده كان الحاجه الوحيده اللي شايفه ان هي خسرت يعني الفريق ما قدرش يكمل البطولات في اول موسم، ولا كان في مشاكل تانية جوه الفريق؟ لا ما كانش في مشاكل على قد ما كان في اصابات، يعني اول سنه سرايا اتصابت، كان في برضو رانا كانت يعني جابت بيبي، المحترفه برضو ما كانتش مساعد، يعني هي لوكس لعيبه هايله وراحت اصلا افريقيا اللي هي سبورتنج شاركوا فيها عملت ماتشات تحفه، هي ممكن السنة دي ما كانتش يعني ماشية معاها، عايز بتحصل لأي لعيب ان هو ممكن في سنة يحصل دروب فيها، بس فحسن الظروف كمان ما كانتش مساعدانا ان احنا ممكن كفريق ناخد اول يعني او نأدي بشكل حلو. يمكن السيزون التاني اللي بعديه على طول طبعا كسبتوا كل البطولات، ويمكن ان فريق يكسب كل البطولات حاجة واردة وممكن تحصل، بس الفكرة ان من اول السيزون وانتوا متفقين ان مش هنكسب بطولات، احنا مش هنخسر ولا ماتش كمان، قدرتوا تحققوا ده موسم كامل بدون هزيمة. انتوا صرحتوا بنفسكم معانا قبل كده في بعد دوري المرتبط اللي هو اول بطولة ان احنا لا هنكمل بقية الموسم من غير خسارة، ازاي من اول موسم تاخدوا الحافز ده لحد اخر ماتش معاكم؟ احنا كنا حاطين زي تارجت لنفسنا ان احنا بالفريق ده وكلنا كنا واثقين في بعض، وكل واحد بيطلع بينزل اللي بينزل بعديه بيبقى نفس المستوى او احسن، او فاحنا ايه العائق اللي ممكن يخسرنا، فاحنا كنا كل ماتش نازلين عندنا حافز ان احنا لا احنا احسن من اي حد، احنا احسن من اي فريق، احنا بجد ال 14 او 16 واحده اللي عندنا في الفريق بالصغيرين يقدروا يشيلوا اي ماتش، فده كان حافز لينا ان احنا كل ماتش ننزل نأدي بشكل هايل ونكسب بفرق سكور كمان، يعني ماتشات كثيره قوي خلصت بفرق سكور كبير. طبعا كسبتوا الاربع بطولات، بس ايه الماتش اللي فرق معاكي او البطوله اللي كانت هي دي بالنسبه لك اهم واحده او اصعب واحده؟ ممكن الدوري، يعني عشان هي اكبر بطوله واللي هو الاهلي كان بقاله كذا سنه ما اخدهاش، فحاسه واللي هو بقى خلاص نهايه السيزن واللي هو بقى كل تعبنا، وكان في يعني كل واحد بيبقى عنده ظروف شخصيه او ظروف الفريق او كده، فاللي هو حاسه ان دي اكتر بطوله اللي هو الواحد خلاص بقى دي نهايه الموسم، يعني المفروض الواحد بقى دي جايزه الموسم كلها، فدي كانت اكتر واحده بصراحه عزيزه عليا. يعني سبورتنج والاهلي هما المتنافسين في سيدات السله، انت لعبتي سبورتنج ولعبتي الاهلي، اول موسم روحتي الاهلي كنت اول ماتش بقى ضد سبورتنج اللي هما كلهم كانوا صحابي في الفريق دلوقتي بقوا ضدي والعكس، الماتش قدرتي تتغلبي عليه ازاي ذهنيا؟ يعني كان موتر شويه، كنت متوتره ان انا ما اديش بالشكل اللي انا عايزه ادي بيه، يعني هم عارفين انا بلعب ازاي وانا عارفه انا بقالي كتير قوي بلعب في سبورتنج، فعارفه كل واحده بتعمل ايه وبتلعب ازاي. انضمامك للاهلي هل هو جه بسهوله ولا كان الموضوع صعب في الاول، خصوصا مثلا ان انت من عيله اهلاويه، فهل ده سهل عليكي موضوع الانتقال ولا لا برضه انا من اسكندريه، فمن اسكندريه للقاهره دي بتبقى برضو مش بسهوله على خصوصا لاعبات؟ يعني سهل شويه وصعب شويه. بابايا ما كانش عايزني، انا كنت لسه راجعه من امريكا، فاللي هو ما كانش عايزني برضو ان انا اروح تاني القاهره واتغرب وابقى بعيد عنهم كده، مع ان يعني الفرق مش كبير قوي، بس برضو ان انا ما كنتش عايشه معاهم، بس في نفس الوقت يعني اي لعيب اي لعيبه بتبقى بتتمنى ان هي تلعب في النادي الاهلي طبعا، فاللي هو قعدت اقنعه وان هو ده احسن لي وان انا نفسي العب هناك، انا اصلا يعني بحب النادي الاهلي من وانا صغيره وبحب القاهره اكتر من اسكندريه بصراحه، يعني بحب القاهره اكتر من اسكندريه بكثير، فكان نفسي ان انا اعيش في القاهره والعب وانضم يعني للنادي الاهلي، اقتنع يعني بكلامي، فالموضوع الحمد لله مشي سهل. يعني يمكن غير صعوبه الغربه من القاهره لاسكندريه برضو سبورتنج فريق قوي ومنافس بس مش جماهيري، يعني في الاخر هو برضو نادي اجتماعي. فريق الاهلي فريق جماهيري، واي فريق ليه جمهور او شعبيه بيبقى في بقى ضغط جمهور وحكم والفريق ما ينفعش يخسر، الضغط ده تعاملتي معاه ازاي وشفتيه ازاي في اول سنه، خصوصا ان اول سنه برضو كانت النتائج مش افضل حاجه للاهلي؟ لا اتعاملت معاه عادي، يعني انا اصلا بتحمس قوي مع الجمهور، يعني اللي هو وبحس ان هم اكيد فاهمين ان انا
طول ما الفريق بيعمل اللي عليه اكيد يعني اصل هو خلاص ما فيش حاجه تانية نعملها. وانا حاسه ان احنا السيزون اللي فات بجد كنا بنعمل اللي علينا، بس اللي هو خلاص ربنا مش رايد السنه دي ان احنا نكسب. بس السنه دي مثلا في بطوله المرتبط الجمهور كان موجود بجد، كان رائع. يعني اللي هو الواحد بيلعب عايز يكسب علشان يفرح الناس اللي هي سايبه بيوتها وسايبه مشاغلها وكل حاجه وجايين يشجعونا، فكان بجد محمسة جدا. واتضايقت ان احنا في اخر السيزن في البطولة الاخيرة اللي هي الدوري ما كانوش مدخلين جمهور، فاللي هو حاسة ان هي البطولة متبقاش ليها طعم من غير الجمهور. يعني فرق معاكي بشكل ايجابي مش سلبي؟ بالظبط. اللي هو انا يعني حتى لو الجمهور جيف مثلا انتقادات ان اليوم ده رنيم بتلعب وحش، اليوم ده رنيم كان مفروض تباصي او الكلام ده، بيبقى بالنسبه لك عادي يعني شيء محفز؟ اللي هو اصل يعني طبيعي ان هو اللعيب هيغلط وطبيعي الناس هتنتقده، فحاسه ان انا باخدها بشكل ايجابي اكتر من ان هو سلبي ان هو ليه قال كده. لا عادي ان انا فعلا انا غلطت النهارده ما كنتش مركزه، فاللي هو اخدتها يعني الحمد لله بشكل ايجابي، فده ساعدني كمان ان انا اطور من نفسي. يعني يمكن كان ليكي تجربه غربه قبل القاهره واسكندريه اللي هي امريكا، هل برضو القرار يعني قرار اكيد هيكون اصعب من انك تروحي من اسكندريه للاهلي؟ ازاي كواليس انك روحتي هناك، وازاي جالك اصلا فرصه انك تروحي جامعه كنتاكي هناك؟ انا لعبت كاس عالم تحت 19 سنه والحمد لله يعني اديت بشكل حلو وطلعت ثالث هداف على العالم. فالمدربه من امريكا شافتني، كانت بتتفرج على ماتشات فكلمتني يعني، واللي هو تواصلت معايا ان انا اجي العب معاها في الجامعه وكده. الاول كنت متحمسه جدا ان انا اسافر وكده، بس قبل السفر باسبوع قررت ان انا مش هسافر، ولا انا خايفه ولا مش عايزه اسافر وكده، وفعلا ما سافرتش وفضلت قاعده سنه. واللي هو في السنه دي ندمت ان انا اخدت القرار ده، واختي هي بصراحه اللي زقتني ان انا كنت خايفه، بس اختي اللي هو قالت لي لا دي فرصة كويسة ولا سافري، ومش كتير قوي. دلوقتي بقى فيه كتير قوي بيسافروا، بس على أيامي ما كانش فيه، كان واحدة أو اتنين هما اللي سافروا يعني يدرسوا برا، فقالت لي يعني دي فرصة حلوة جدا ليكي ومش عارفة ايه وكده. مع بابايا مع أخويا مع كله قاعد هو يشجعني. فاللي هو بعديها بسنة بعت لنفس الكوتش قلت لها أنا خلاص مستعدة يعني وهسافر وكده، وهي تفهمت جدا الموضوع وكده ومشيت في الإجراءات والحمد لله يعني سافرت. أصعب سنة كانت أول سنة ولا آخر سنة؟ لا أول سنة كانت أصعب سنة يعني كنتش بقى متعودة على أي حاجة، والكالتشر كانت مختلفة وكل حاجة كانت مختلفة، وأنا أصلا واحدة من هو مش بحب الدراسة قوي يعني، اللي هو هما بقى كانوا كل حاجة لازم تبقى في وقتها، الدراسة في وقتها التمرين في وقته. قبل ما أسافر أمريكا كنت هنا في جامعة، كنت بروح الجامعة خالص، كنت على طول بقى في التمرين، خلص التمرين أروح أنام لغاية تاني يوم التمرين. فبقى هناك الحياة كانت منظمة جدا، فاللي هو أنا عبال ما أتأقلمت عليها أخدت سنة، فأنا بالنسبة لي أول سنة دي كانت أصعب سنة بالنسبة لي. هل بقى بعد ما خلصتي الجامعة كملتي في نفس التأقلم ده، ولا رجعتي بقى للحياة الطبيعية؟ لا بصراحة حاولت إن أنا أمشي بنفس الريتم وإن أنا أصحى بدري، واشتغلت قلت أشتغل علشان هو أصحى بدري ويبقى يوم يعني منتظم وان انا اكل في المواعيد المظبوطه وكده، بس للاسف يعني ما قدرتش استحمل هذه العيشه فرجعت تاني بقى. يمكن روان اختك كان ليها دور انك تسافري، هي كمان كان ليها دور انك تلعبي باسكت، وهي اللي حببتك في اللعبه. فهي بعد ما بطلت اللعبه هل فكرتي اللي هو خلاص بقى ممكن ابطل زيها، ولا ملوش علاقه؟ لا ملوش علاقه خالص، بالعكس حاسه ان انا يعني لسه شويه قبل ما ابطل. هي اصلا هي دلوقتي عايشه في امريكا، واللي هو بقى كل شويه تقنعني خلاص بقى يا رنين كفايه باسكت وتعالي عيشي معايا في امريكا. هي متجوزه وعايشه في امريكا، واللي هو عايزاني اونسها يعني عشان هي لسه مسافره بقى لها بلاش كتير، هو كفايه بقى وتعالي عيشي في امريكا وعملي ماسترز مش عارفه ايه وكده، وانا اللي هو لا لسه استني بس عليا شويه على الباسكت. فحاسه ان لا. بعد ما خلصت الجامعه بقى جالك عروض احتراف او كده، ولا لا كنت انت كده كده مقرره ان لا انا كده كده راجع مصر؟ لا جالي في كذا حد كلمني من كذا بلد، كذا كوتش وكذا ايجنت وكده، والله كان نفسي ان انا اسافر، بس بابايا برضو خلاص يعني اللي هو 4 سنين امريكا وغربه كفايه، فما سافرتش للاسف يعني. بس مش للاسف يعني والله جيت هنا ورحت الاهلي، ف الحمد لله يعني في عملت حاجات أحلى.
بما ان التدريب في امريكا كان بوقت طبعا مختلف عن مصر شوية، هل بقى التدريب نفسه بيكون برضو مختلف ولا التدريب شبه بعضه بس ده زيادة او ده اقل؟ اصلا كانوا بيجيبوا معانا ولاد ان احنا نتمرن عليهم، علشان يعني ان هم شايفين ان الولاد هيبقوا اجمل بكثير من البنات ان احنا نلعب على بعض، فاللي هو كده هنتحسن اكتر. التمرين على طول جري، لا يعني لا مختلف كثير عن هنا. يمكن بعد ما كنت في غربة سنتين تقريبا، السنة اللي بعدها جالك ميرول بقى في نفس الجامعة وفي نفس الفريق، ده كان مخلي الأمور أسهل، وخصوصا برضو إن أكيد كان عندها نفس الصعوبات اللي كانت عندك في الأول، فإزاي أنت قدرتي تتعاملي معاها في القصة دي؟ لا حاسه ان الموضوع بالنسبه لها كان اسهل، علشان كان احنا اتنين مع بعض، يعني اللي هو اي حد كان محتاج حاجه كان بيساعد التاني. فحاسه ان لا يعني انا كمان اتبسطت جدا ان هي جت تونسني، يعني اللي هو انا كلهم نفسي حد يتكلم معايا بالمصري، يعني في فتره كده اللي هو بيوحشني الكلام بالعربي، اللي هو نفسي حد يبقى من نفس بلدي بس. فهي لما جت بجد ونسنا بعض، وكانت أحلى يعني سنتين اللي هم آخر سنتين ليا، فكانت جميلة. لما سألنا كذا حد من اللي بيلعبوا معاكي فيقولوا لنا ان رونيم اهدى واحدة، بس في الملعب بقى ما بيبقاش كده، فهل انت بتبقي عصبية في الملعب عشان مش عايز اخسر، ولا العصبية مثلا بيبقى ليها علاقة بنتيجة او بقرار حكم او كلام من ده؟ لا يعني بيبقى والله حماس ماتش، يعني اللي هو انا عارفه ان الحكام كلها بتبقى متضايقه مني في الماتشات، عشان اللي هو انا بكون عايزه اكسب لدرجه ان انا يعني مش ببقى قصده ان انا ازعق، بس هو بيطلع مني رياكشن تلقائي بس، فبتبقى حماس اكتر من ان هو عصبيه، او اللي هو انا عايزه ان هو كل ماتش اطلع كسبانين، واللي هو كل واحد راضي عن نفسه وان انا طالعه راضي عن نفسي، اللي هو بيبقى حماس بس ما بيبقاش ما بكونش كده بره الملعب والله. يعني حتى هم بره الملعب مثلا ما بيشوفوني اللي هو بتكلم بالراحه وببقى وكله هادي، اجمع على كده. في اللي هو انت ايه اللي بيحصل، بتحولي ليه في الماتشات، يعني الموضوع مش مستاهل بس بحاول. يعني هل الرياكشن ده مثلا كلفك مثلا في مره انك تعرضتي لطرد من الماتش، او ان مدرب قرر ان انا قلت لك ما تعمليش كده فعملتي كده فهعاقبك مش هتلعبي الماتش الجاي مثلا، ولا لحد دلوقتي ماشيه بسلام؟ لا يعني مش لدرجة ان المدرب يعاقبني لان انا ملعبش الماتش اللي جاي، بس لا حصلت كتير، ومش طرد يعني اللي هو مثلا ناخد تكنيكال فاول، مدرب نقعد يعني نزعق نتناقش في الكورة. نتناقش مع بعض كتير قوي حصلت، بس لا يعني العصبية كلفتني كتير بصراحة. هل مثلا قررتي ان في مرة لا ممكن اشتغل على الموضوع ده شوية بما ان هو كلفني كتير، ولا لحد دلوقتي الموضوع برضو ما وصلش لدرجة وحشة فالدنيا ماشية تمام؟ لا حاولت كتير قوي ان انا ابقى هادية. كمان لما بتعصب قوي بعيط، وانا مش بكون عايزة ان انا ابين للناس ان انا يعني ان انا بعيط على طول، فاللي هو كنت كل مرة اللي هو يحصل اي حاجة لا الموضوع بجد مش مستاهل، يعني اللي هو اقعد اتكلم مع نفسي لا الموضوع مش مستاهل، حاولي ان انت تمسكي نفسك، بس يجي الموقف اللي بعديه انسى كل الكلام، واللي هو اول لما مثلا حكم يصفر صفارة غلط ممكن اللي هو في فترة الناس بتقولي ان انا تطورت عن زمان، بس اللي هو حاسة برضو ان انا لسه ما وصلتش ان انا ابقى هادية خالص، بس اللي هو ممكن مثلا حكم صفر استحمله، يجي الصفارة التانية لا خلاص بقى مش قادرة استحمل، فاللي هو بقى ارجع تاني نقطة الصفر. بس يعني والله ما زلت ان انا بحاول ان انا العب على هذه النقطة، فان شاء الله يعني ان شاء الله على السنة الجاية اكون اتحسنت. طب يمكن دايما بيبقى الوقت مستقطع في كرة السلة في الاغلب لو المدرب بتاع فريقك اللي طالبه، فغالبا عشان انتوا مش بعملين الخطة ومش بتلعب، فهل ممكن الموضوع يوصل لعصبية، ولا بيأكد على الخطة بتاعته وانتوا كلعيبة بتبقوا واقفين بتسمعوا، بتفصلوا ازاي بقى بينه وبين الماتش وبين لما بتيجوا تنزلوا تاني؟ في خبرتك في المنتخب في الاهلي في سبورتينج في امريكا حتى، هل بيبقى تلاقي الاسلوب مختلف، ولا لا هو طالما المدرب خطته ما تنفذتش على حسب طبعا المدرب، في مدربين بتزعق على طول، وفي مدربين اللي هو بتبقى متفاهمه اللي هو، وعلى حسب كمان برضو الماتش عامل ازاي. عادي اللعيبه ممكن ان هي تتناقش مع المدرب، يعني هي شايفه ان اصل اللعيبه بتبقى حاسه بالماتش، مش هقدر اقول ان هو اكتر من المدرب، بس اللعيب بيبقى شايف الماتش والسيتويشن وكده، فهو ممكن ان هو يقول للكابتن مثلا احنا دلوقتي مثلا في الديفنس ممكن نعمل نلعب زون، انا حاسه ان الفريق
وهو المدرب عادي بيفتح افكار مع المدرب يعني. بالظبط وان هو قابل ان هو يعني ممكن يسمع بكلام اللعيب لو شايف ان هو فعلا الوقت ده لازم ان احنا نعمل مثلا نلعب زون. فحسن في مدربين قابلين ان هم الواحد يتناقش معاهم اللعيبه يعني تتناقش مع المدرب وعادي هيسمعوا لهم. لو تحديدا اتكلمنا على كابتن طارق خيري ففي المباريات اللي شفناها الموسم ده في مباريات كتير زي ما انت قلتي كنتوا بتكسبوها بسكور مش مجرد انكم بتكسبوا في الوقت ده. بالرغم من كده كنا بنلاقي ان الكابتن طارق واقف لغايه الكوارتر الرابع وممكن يكون بيزعق على حاجه هو كان بيقولها. فهل يعني انتم بنفسكم كده اللي هو طب ما احنا كسبانين فرق سكور ولا هي تعليمات لازم تتنفذ للاخر؟ لا ما كناش بنقول كده، بس اللي هو يعني احنا عارفين ان هو كابتن طارق لما بيبقى واقف او حد بيعمل حاجه غلط وهو بيصلح له اكيد ده لمصلحه اللاعب اولا، هو اكيد عارف هو بيعمل ايه واكيد يعني ما فيش حد اصلا بيزعق يعني من غير سبب. فهو حتى لما بنبقى كسبانين فرق سكور وحد بيعمل حاجه غلط فهو بيبقى عايز ان هو نبقى شكلنا احسن، ان هو احنا كسبانين فرق 30 لا ليه ما نكسبش فرق 40 ليه ما نكسبش فرق 50. فهو بيبقى عايز ان احنا الفريق يبقى شكله دايما احسن واحسن وان هو ما يبقاش الفريق فيه غلطات اللي هو بيبقى فيه ساعات غلطات ساذجه، فهو هو ده اللي بينرفزه ان هو لا احنا فريق كبير ان احنا نغلط اي غلطه. فاعتقد ان احنا بنكون مقدرين يعني وعارفين ان هو بيبقى هدفه ايه. يعني كان من ضمن الماتشات اللي في الموسم كانت قدام الزمالك، يمكن الزمالك مش منافس في سيدات السله لكن رغم كده كان في تركيز من عندكم والماتش ما خلصش بمكسب عادي، وصل تقريبا 70 فرق 70 نقطه. فهل ده كان حافز ليكوا عشان ده اهلي وزمالك فمهما كان سواء منافس او لا، ولا عشان هو انتوا اي ماتش نازلينه بتلعبوا زي ما بتلعبوا كده في كل ماتشات؟ لا يعني كان في سنه ان هو لا عشان اهلي وزمالك والمجلس اعضاء من المجلس كانوا قاعدين فاللي هو لا احنا عايزين ننزل نموت نفسنا ونحاول نفرق السكور على قد ما نقدر. يعني حتى لما السكور فرق شويه في فرقه بتقول ان هو يعني المفروض ان خلاص يعني اللي هو نبطل لعب شويه يعني بس احنا اللي هو لا احنا عايزين نكمل، يعني اللي هو ما فيش حاجه اسمها كده، اللي هو لا احنا اجمد وكل الناس عارفه ان احنا ما بين الاهلي والزمالك في الباسكت سيدات احنا الفريق الاجمد بفارق يعني شويه. فاللي هو لا احنا مكملين وكل واحد يعني بيلعب ان هو عايز يطلع اقصى ما عنده علشان يعني نطلع بشكل مشرف يعني ونفرح جمهور الاهلي. لو كان سبورتنج وانت بتلعبوا ضد سبورتنج ولقيتوا ان الفارق بيزيد برضه هيبقى بنفس الطريقه ولا عشان اهلي وزمالك فرق شعبيه، ولا برضه ده بنفس الطريقه عشان سبورتنج ده بقى منافس للفريق فلو عندي قدره ان انا ازود سكور برضه ازود؟ لا كانت هتبقى نفس الطريقه، يعني احنا برضه في ماتش المرتبط التاني السكور كان فارق وبرضه ما وقفناش، يعني اللي هو برضه فضلنا نلعب لغايه اخر ثانيه وفضلنا نجيب علشان هو ده اصل هي دي هو ده الباسكت ملوش علاقه بالشعبيه للنادي يعني وليها علاقه احنا بالفريق. عايزين كل ماتش ننزل نكسب فرق سكور على قد ما نقدر. يارا اسامه كانت صفقه جت للاهلي في يناير تقريبا بتلعب نفس المركز بتاعك، كانت قالت ان من ضمن الناس اللي خدت راي ان هي كانت متخوفه ان هي جايه فريق اهلي في لعيبه كتير من منتخب مصر ولعيبه اساسيه، فمن ضمن الناس اللي خدت رايهم ان هي تيجي الاهلي كان انتي وشجعتيها جدا على انها تيجي. تبقي شايفه ازاي التشجيع ده وفي نفس مركزك والتنافس، وتشوفي ازاي التنافس ده خصوصا برضه ان كان قبلها موجود هاله الشعراوي قبل ما تبطل لفتره، فالتنافس ده بيبقى حافز ولا بيبقى صعب وممكن يعمل مشكله؟ لا بالعكس حافز طبعا وبيبقى ميزه لكله، يعني هو احنا ميزتنا السنه دي في الفريق ان احنا كل مركز فيه متعدد، يعني اللي هو فوق في سوريا ونادين وميرال وفريده ومش عايزه وزينة مش عايزه انسى حد، تحت كنت انا وهاله ونهى وندى نافع ويارا جت لما نهى وجانا الالفي. فحسن هو ده ميزه للفريق وميزه ليا بالذات ان الماتشات كتير، فإن هو يبقى فيه كذا حد في نفس البوزيشن دي هتبقى مسهلة الموضوع على أي حد، إن هو مش هيبقى يعني فريق سبورتنج هو فيه 3 أو 4 لعيبة أو 5 لعيبة هما اللي شايلين الماتشات طول السيزن،
فعلشان كده جت عليهم فتره هم خلاص ما كانوش قادرين ان هم يصدوا قوي، يعني هم كانوا بيأدوا بشكل محترم بس اللي هو خلاص يعني اكيد تعبوا يعني، ويارا لسه صغيره ولسه العمر قدامها في الباسكت طويل يعني. فيعني كنت اتمنى لها ان هي تيجي النادي الاهلي نادي عظيم كده وتكمل يعني في حصد البطولات ان شاء الله. وقت ما انت روحتي الجامعه في امريكا ما كانش العدد موجود كبير، كان تقريبا حد او اتنين بس، دلوقتي بقى موضوع كبير. هل ممكن يحصل طفره برضو ونشوف بنت بتحترف في دوري اوروبي ويجي بعديها 3 و4 و5، ولا برضو لسه الموضوع بعيد شويه؟ لا عادي جدا، حاسه ان هو يعني الموضوع مش صعب خالص ان اي حد يروح يحترف في اوروبا. كذا حد اصلا جاله اعتقد يعني ان هو يحترف، بس هو لظروفه هو الشخصيه هو اللي ما رضاش ان هو يسافر. حاسه ان الموضوع مش صعب خالص، وحاسه ان الاجيال الصغيره اللي بتروح تسافر عندهم الجراءه ان هم عادي ان هم يروحوا يحترفوا في اوروبا عادي، ويعني ويكملوا يعني مشوارهم الاحترافي. لا الموضوع مش صعب خالص يعني. شكرا كابتن رنيم انك كنت معانا النهارده، وان شاء الله بالتوفيق في البطولات اللي جايه مع المنتخب. شكرا جدا انك، مبسوطه ان انا كنت معاكم النهارده.